أضحك حاجة إن أنا من الأوقات الجميلة اللي اتمتعت بيها آخر جامعة يومية. أولا جامعة يومية ما اكتملتش وكان المفروض إن احنا نمشي ويبقى الموضوع انتهى، وجمال بيه علام وحضرتك قلت مش هينفع انتوا تيجوا وتمشوا كده، لازم نقعد ونتناقش عشان حتى نوصل لأمور كتير. وكان جمال بيه محضر ورق عشان يعرضوا علينا في خطة أو في مشورات، واحنا كان عندنا نقطتين ثلاثة ملاحظ واتكلمنا فيهم. عايز أوصل للناس ثقافة معينة، احنا لو اتفقنا على مدار الخط مع اتحاد الكورة خافوا، ولو اختلفنا على مدار الخط خافوا، مظبوط. فبالتالي سنة الحياة وعرفها ان احنا نتفق ونختلف. في مسافة بيننا في الاختلاف والبتاع الناس مش فاهماها، ان احنا ممكن نقعد على ترابيزة واحدة ويستمر ان في خلاف وليس اختلاف. فانا بسعيد انا بالخلاف اللي بيني وحضرتك او احنا الاختلاف بين يعني حضرتك، يوميا حتى يعني خارجين وسعيد انا ابادر، لان ده يعني زي ما قلت لكم اخ وصديق قبل كل شيء، وسعيد جدا ودايما اسعد اليوم بوجودك ده، يا وكان باشا يوم مناقشه قويه جدا وانا دايما. سعيد بحضرتك. والنهارده انا عاوزها اقوى بقى. صوته عالي، انا عاوز صوته عالي، لا يقول صوته هنا. عالي، بص هو ده سبب المشكله، لا حول لك، فسيبه هادي كده. لا احنا بعيدا عن الجماعه العموميه، احنا هنا جماعه عموميه مستقله بيننا احنا الثلاثه. لا 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 لا، انت ننتقد نتفق نشتغل ايه القصور اللي راجل موجود في جميل الاتحاد وقلبه وفي كل ابيض نشتغل يعني قلبه على لسانه، عشان كده يمكن اللي ما يتعاملش معاه عن قرب بيفهم. لا والله ابدا غلط، اقول لك حاجه، لكن احنا عشان فاهمينه كويس قدرنا نقدر بالامس يعني. يعني ايه بعد كان عنده هو مباراته مع طنطا، فانا دايما بالليل كده اسهر في النادي شويه في طنطا. الدكتور مجدي ابو فريقه صديقنا العزيز، الاستاذ محمد ابو فريقه نائب رئيس النادي، والاستاذ علاء عكاشه وعصام صاد، مجموعه بنقعد مع بعضنا. وكان معانا الكابتن محمد جنيدي البارح، الدكتور مجدي بوكو. فدخل الاستاذ محمد ابو فريقه نائب رئيس النادي، فبقول له انت، قال لي بصراحه الراجل ده شخصيه جميله قوي قوي، مش عاوز اقول لك استقبلنا ازاي. الجماهير عصاير لجماهير طنطا اللي دخل، جماهير طنطا تدخل قبل جماهير المنصوره، وغاب واقف لغايه ما دخل كل الجماهير بتاع طنطا واهداهم عصاير، ممكن عصاير عشان ما خلوهمش يشجعوا على فكره، كان بينيمهم. انا ما ضدتش، لا فدي يعني دي عادتكم دايما. عايز اقول حتى انتوا لقاكم مع بعض والتكريم، لا ده شيء جميل. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان الموضوع كله من السنه اللي فاتت انا صدقت بالدكتور اسلام اللي هو رئيس نادي المجد، ده شخصيه اسلام الصياد، ناس جميله، سببها العلاقه الطيبه في المدرج اكيد. العمده عدلي خوفوني قوي ماتش الحمام، هنحصل هيحصل هناك هيحصل هناك. رحت رايح معاه، نزلته الملعب وقعدنا نلعب بالكوره قدام الناس، واتبث مباشر جدا، وقعدنا نشتغل، فالناس شدت الاعصاب بتاعتها هدت، والناس فهمت. فالموضوع كله انا خرجت في السنه وشهرين دول بعلاقات، بحجم علاقات قويه، اتمنى ان انتم ما تخافوش منها. ده لا عمري، يعني انت عارف انا بص، انا هقول لك حاجه، انت عارفني برضه في نفس الاطار في العلاقات. لا لا لا، ده انت اقوى. لا 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 لا، محدش بنكمل بعض على كلام.